الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم في هذه القناة من جديد، ونواصل معكم في دروسنا حول تعبير الرؤيا. اليوم موضوعنا يدور حول رؤية النعل في المنام. ورؤية النعل لها عدة تفسيرات في المنام، ومنها أولا، إذا رأى الإنسان في المنام أنه يلبس نعلا، قد يدل ذلك على الزواج بامرأة، والمرأة تكون حسب حالة النعل. وبالعكس، ومن مشى بنعل واحدة فإنه يفارق زوجته، أعاذنا الله من ذلك. وثانيا، ومن رأى نفسه في المنام وهو يمشي مع نعليه فقد يكون ذلك سفرا إن شاء الله. ثالثا، ومن رأى أنه يخلع نعليه فإنه ينال رفعة وولاية، لقوله تعالى لموسى عليه السلام: فاخلع نعليك، سورة طه الآية 12، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.